السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير يا رب. وأهلا بيكم في قناتي وصف مطبخ. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض محاشي كرنب وورق عنب وفلفل وبطاطس، وعملت رز بسمتي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة بجيب طاسة على النار، بنزل بها في شوية من الزيت، وبعد كده معايا بصلتين كبار مفرومين ناعم في الكبة. هبتدي بقى انزل بالبصل على الزيت بالشكل ده واقلبه لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل. بعد كده نزلت عليهم بعصير الطماطم، ده انا طماطم مفرزاها، هسيبها بقى تفك براحتها. حطيت عليها شوية مية صغيرين وهغطي عليها لحد ما تفك وتبقى بالشكل دوت كده. بعد كده نزلت عليها معلقة كزبرة، معلقة بابريكا، معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، ومعلقة الملح، واسيبها تتسبك بقى مع نفسها على بال بقى ما تتسبك براحتها. يكون انا غسلت الرز وقطعت الخضرة بتاعتها. عندي كيلو من الرز انا غسلاه ومنضفاه كويس، وعندي خضرة شبت وكزبرة وبقدونس، وعندي بصل، بصلة كبيرة مفرومة ناعم في الكبة اهو بالشكل ده. هنزل بقى البصل والخضرة على الرز بالشكل ده، وكده بقى الصلصة بتاعتي اتسبكت اهي. هبتدي بقى انزلها على الرز بالشكل ده، هبتدي بقى اقلب الرز بالخضرة دي بالشكل دوت. انا كده خلطت الرز بالخضرة وبالصلصة. هجيب بقى محشي الكرنب، هنحشيه الاول، هنلف مع بعض الكرنب اهو. هجيب ورقة الكرنب وانزل عليها بمعلقة من الرز كده، وبعد كده الفها بالشكل دوت. بعد كده بقى هرصها في الحلة، انا فرشها كرنب من الارضية، هلف تاني برضو بالشكل ده. هتقولوا لي ليه انا عملت محاشي بعد رمضان، احنا طالعين من رمضان يعني. انا كان عندي عزومه اخو جوزي بالف هنا يا رب، ودايما متجمعين يا رب على خير، كل سنه وانتم طيبين يا رب، ويعود عليكم الايام بخير يا رب. وان شاء الله كل اللي نفسه حاجه يحققها باذن الله، وتكون سنه سعيده عليكم جميعا. هخلص بقيت لف محشي الكرنب ده وهرجع لكم تاني بإذن الله. ورجعت لكم تاني، هنلف مع بعض ورق العنب اهو. هجيب ورقة من العنب وانزل عليها بشوية من الرز كده، ولفها بالشكل دوت من الأطراف اهو، ولفها وتبقى بالشكل دوت كده. هجيب بقى ورقة تانية برضو والفها بالشكل دوت. اهم حاجة اشيل الفها من الاجناب او الطرف زي ما بتقولوا، علشان الرز ما يتخرجش منها، تبقى بالشكل دوت كده. هخلص بقى بقيت ورق العنب وهرجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. وكده احنا عملناه معاكم قبل كده الكرنب وورق العنب. وكده خلصت محشي الكرنب ومحشي ورق العنب، وفاض شويه من الرز، عملت بيهم محشي الفلفل وبطاطس بالشكل ده. يلا بقى عشان نسويهم مع بعض. اول حاجه هجيب بقى الشوربه بتاعتي، انا عندي شوربه فراخ، هنزلها على محشي الكرنب بالشكل دوت كده. هبتدي بقى ارج الحله بالشكل دوت علشان الشوربه تنزل للمحشي اللي تحت، ما يبقاش جنب مستوي جنب لا. هو كده اخد الشوربه بتاعته، احطها بقى على النار. نعمل مع بعض ورق العنب برضو بنفس النظام، هنزل الشوربه عليه كده، انا برجه كده عشان ينزل الشوربه لتحت. هحطه على البوتاجاز بقى ولا عليه. نعمل مع بعض الفلفل برضو بنفس النظام، انزل الشوربه عليه كده بالشكل ده. وكده حطيت الشوربه على الفلفل اهو، هولع عليه على البوتاجاز. تعالوا معايا بقى نعمل الفرخه بتاعتنا. هجيب الحله بتاعت اللي انا هعمل فيها الفراخ، وانا غسله الفراخ بتاعتي كده ومقطعاها بالشكل ده. هبتدي بقى انزل بالفراخ بتاعتي، ونزلت على الفراخ ببصلايا وطماطمايا، وانزل بقى بمعلقه ملح ومعلقه فلفل اسود وحبهان وورق لوري.
واغطي الحلة واوطي النار على لمدة ربع ساعة. وانا كده بقى رجعت بعد ربع ساعة، هبتدي بقى اضيف لها المية او ازودها المية اهو. وده الفراخ بتاعتي اهي استوت، وده الكرنب، وده محشي الفلفل والبطاطس ومحشي الورق العنب. نعمل على عين تانية بقى، نعمل رز بسمتي. بجيب حلة وبنزل فيها بقطعة من الزبدة، وبعد ما تسيح هبتدي بقى انزل عليها بالتوابل بتاعتي، عبارة عن ليمون مجفف وبهارات كبسة ومعلقة زعتر، واشوحها شوية في الزبدة بالشكل ده. بعد كده بنزل بقى بالرز البسمتي، انا غسلاه وبديله تقليبة كده، وبعد كده هنزل بالشوربة واغطيه بقى على بال ما يستوي براحته. كده المحشي الورق اللي انا بتشرب من المية هو الكرنب، وده الفلفل اهو، وكده الرز اهو اتشرب من الشوربة. هوطي النار عليه لحد ما يستوي. وبعد كده بقى نحمر بقى الفراخ بتاعتنا. هجيب الطاسة بتاعتي وانزل بقى بشوية من الزيت واسيبه لحد ما يسخن، وهبتدي بقى هنزل بقطع الفراخ بتاعتي اهي بحمرها بقى. وكده خلصنا الوصفة بتاعتنا النهاردة اهو، وصفة سريعة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت منك خالص ولا مجهود. عملت معاكم الرز البسمتي، وعملت الفراخ، وعملت محشي الكرنب، محشي ورق العنب، ومحشي فلفل وبطاطس اهو. شايفين ما شاء الله عليها اهو. انا عاملة من كل حاجة عينات كده، حاجات قليلة عشان ما فيش حاجة تتوفر معايا اهو، بقى بالشكل ده. وده الشوربة بتاعتنا اهو. بألف هنا عليكم حبايب قلبي، وتفضلوا معانا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط لي لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله على قناتي وصف مطبخي. واستنوني الحلقات الجاية ان شاء الله، واشوفكم على خير. مع السلامة.